زين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، كيف حالكم؟ كيف انتم؟ انزين، استوى موضوع ناش مرقال ويه الظهر على دقة التليفون، لأن التليفون شخص شد جايني وبين وبين معرفة، هي غير معرفة سطحية. قال لي ابو محمد انا قريب البيت ما عرفتني، قلت مخزن عندك رقم؟ مخزن عندي رقمك انت غانم العبار؟ قال لي هي نعم، ما شاء الله مخزن الرقم. قلت لي هي بلاني ما خزن رقم، يعني ما اخزن رقم للفنانين والناس اللي تعرف الاصول وتعرف الترتيب. فلذلك قال لي يا انك انت حين في مكان امراد، قال لي ضروري بما انك ابوي ياس وتشوف حيات العرب انك تي وتشوف حديقتي. زين بشوف حديقك حين القوايل. قال دخيل والدي. قلنا لابوي سمع وطاع ان شاء الله، لكن ضروري ابوي توديني وتجيبني روح. قال انا جاي بسيارتي مخصوص على سبه شلك وردك، غير بدل وعزر علي. المهم قال لي باخذ رايك في حديقتي. الله وين البيت، انا مبوني بيني وبينكم. قال لي بطالع وين عيبت بصور، مو ما عيبك لا تصور. قلت لا والله، هذا الشيء اللي جالس اشوفه شيء يبهر، شيء يعني ان ولد شاب مواطن بهالسن ويعرف هالامور كلها. هذا وين وقفنا؟ نحن دخلني في الطبيله هاي سيده. انزين، فقبل ما ادخل وطالع الزراعه اللي من هناك، شفت الاشياء هاي الحيضان القلاصات هاي اللي تبع الزرعه والبذور وين الترتيب هذا. فشافني اشق التليفون وقال لي خالد ليش ما بلازم تدخل وتشوف وعقب تصور؟ قلت لا، هذا ابوي الباب ينقرا من عنوانه ويندخل من بابه. مثلا الحين جيت انا في الطبيله وشفت هالمنظر ما يبالي كلام، هذا ابوي معناته انك انت رقم واحد. هذا منو يسار يسوي هالترتيب غير انسان باهس، العرب تسميه الباهس، انك مستغل كل قطعه في البيت في خدمه الزراعه. انزين، والشيء الملفت للنظر انه هو مش مهندس زراعي ولا دار زراعه، يا غير هاوي. فهاوي ويسوي هالامور كلها، هاي روحها شيء انجاز كبير. ترى هو هذا يتمشى وراي، لكن ما طايع يخليني اصوره بعد شوي. قصدي ظني القصيدة بهالطريقة، غاوي ودور غاوي من زارع التفاح، ما مقصدي مذاوي ليم الغصن شطاح. لها تكملك ما أعرف شيء، أظني هذا شيء لحد يشرح علي من هل بالقصيد، ترى ما بحافظ انها. أظني هي من القصيد الأولي. شو اللي يطيح من الغصن؟ يطيح من الغصن شيء ذاوي الخربان شطاح. لا، هذا أبوي عليه الجنة الشاعر يدور مرة شيء المتقبض في الغصن. الغض الفنان المتماسك، مش اللي شد ابويه اكل عليه الدهر وطاح يعني خاسه وماته. لا يا ابويه، هذا اقول لابويه غانم ابوي انت كل شيء صبت الهدف، لكن تزرع اشخر في البيت. قال لي ابوي هذا ترى هبشخر. الحين هو ما يدري بني اصوره. صورتك؟ لا هي والله، لا ما ابي على هواك عاده. شوف ترى ابوي نوع من انواع الورد، فنان والله. سمن كان ريته اول مره بحياتي اشوف هالنوع. هي والله خنينه ريحته تبارك الرحمن. عظمها شوف ركنها من تحت، هب فن ياي. لا ركن، ترى فارق بين الركن والفن. هذا الفن والركن هذاك العود. اشياء ركن وفن وغصن. الصغيروني هذاك اللي على طرف هذا غصن، وهذاك ابويه ركن، وهاللي فوق فن. الأشياء تبع صبار ما صبار الأشياء هاي حاطنها عند مدخل الميلس. شو السبب؟ إنه ما تبت سب الخرس والرطوبة. شو ما شاء الله كل أشجارة من الأشجار الغريبة اللي من تايلند، أغلبها 90% أنا شوف كلها زراعة تايلندية. شو ما شاء الله، شو هذا؟ شو الزراعة هذه؟ يقولون زعتر يعني. هي والله زعتر ريج. سبحانك يا رب، كل درايش على ما تشوفون، لكن بدل ما يحط ستاير وعازل شوف البهاسة، هل هو هذا من البخر ولا من الفن؟ ها شوف ايش مسوي، هو منظر جمالي. شوف مثلا يعني تقريبا اكثر عن 30 او 40 متر. شوف ايش مسوي، عريشة كاملة. سوريا يسمونه سقيفة عنب، سقيفة العنب. وهذا ابوي مسوي سقيفة لكن من سمن، ويعني هاي الشجرة مثلا يسمونها رنجون، هذا ياسمين تايلندي، لكن نوعين، هذا يسمونه دبل
انه وردته غليظه. شوف ها هذا العادي، هذا الاسمنت التايلندي العادي، وهذا الدبل. شوف الدبل وريحته عاد اكثر قويه. هذا الدبل تفوتخ كم ما تعظمت شراته. ترى يوم اقولكم المال يتبع المال والقمل يتبع الصيبان ما تصدقوني. انا والله عندي ما تعظمت ولا حتى فراخ ما فرخت. انا يا ابوك قال لي برويك حديقتي، ما توقعت انها بهالعظمه واني برو منزل، توقعت من خاري وما يعني ما على هالاساس. قلت في خاطري دالنا، ما دريت ان البيت تقريبا كيلو بيننا وبينه، بين بيت قوم ابو محمد وبيت العبار غانم، فتش ثرها تقريبا كيلو. اقول له تراني ما بنزل لم بالسيارة، توقعت اني من خارج، لكن يوم شفت المنظر شفت البيت قلت في خاطري هذه يستاهل ابوي نزله. وانا مشكلتي على ما تشوف شو لابسه، لابس مقصر، ما دريت بعمري اني بيعيبني. كل واحد عاده باري، انا اصور بمقصر في البيت، لكن بيت العرب هاي فضيحه، لكن ما علي. كل واحد ينقد عليه، ترى ما حد ابوي يصير ويا عند العرب بمقصر، منقود وقص خشوم يا غير سوالي يا ابوي عفده بطيحه. شو هذا بعد؟ حتى زارع حبق هو، الحبق لكن موجود في كل بيت، يعني كل هالبيوت عندها حبق. 90% من البيوت والحدائق اللي اياها زارعين حبق. هاي الحديقه الخلفيه على ما تشوفون، عن اللوز لا بد ولا عذر، هي عبار اصلي. ما شاء الله عليه غانم مسوي طيبه خاري. ها شوفوا على ما تشوفون تقريبا 8 في 4 او 8 في 5 8 في 5 يحفظه عند بنيات هنتين يعني الله يبلغها فيهن عرايس. مسوي لهن ابوي مطيبخ روحهن حق بناته. شوفوا خاري انا مطيبخ روحهن حق الكيك والحلويات وما ادري شو يعني. والجو بارد كنديشن ابدا، بفر ثلج. شوف لس هو ميلس في نص الحوي. شوف على ما تشوفون مثل بيوت الانجليز يسمونها جلاس ميلس، غرفة الزجاج في الحديقة يعني، لها اسم عند الانجليز يسمونها انجلش روم تي ما ادري ايش قايل من ازاز، لازم اسم الزجاج فيه مكتوب. احيدها على هالاساس بيتي انا، هاي الخيمه اللي انا مسوينها على تكاليف هاي، يغير لي عندي انا فنان ورقم واحد. هاي شوي شرط التشينكو من فوق، هو ما بتشينكو هو نوع من انواع الديكور، لكن عن ولو ما علق وهذر سامان العرب ولا هبنا. ايش قال بغدي انا؟ ايش قال بغدي خالد الخالدي وانا ما علق؟ ما يستوي عن التعليق لا بد ولا عذر. تعرفون الحين جلست اريح شويه في عيبني البراد والكنديشن المراد. اقول لكم تحيدون البارحه المزرعه اللي اخطفت عندما المزرعه مالت الغاف اللي خبرتكم عن البارحه، طريت انا في الليل يا غير ما كملت لكم شو اللي استوى. كلمني منو؟ قلت لكم البيت منو ظهر له. البيت هذاك ترى الغانم بن يعروف، هذا من اشد هواه الزراعه الصحراويه. ظهر ابوي حق غانم بن يعروف، وغانم بن يعروف شخصية ترى العرب كلها تعرفه غير أنا ما أعرفه وهو سالم أو ما خالطته يعني، بس كلها تهاديب وكلها تعرف نشاطاته يا غير أنا من أبوظبي، أنا ما من دبي، فكيف يعني بعرف ريان من دبي حسين في الشام وجثته في كربلة؟ حسين في الشام وجثته في كربلة، الريان من دبي وأنا في أبوظبي، وين بعرف أموره وهواياته؟ وما بالإعلام ما بنتكلم عنه يعني، ما بعطينا لك سبحانك يا رب. الله سخرني وبال على ما تشوف البارحه بمحض الصدفه المراد الرجال دق لي تليفون ما ادري كيف عرف. رجال ياني وين في تحيدون بحر يوم صرنا حق شيزاري بشوتي، ياني لين شيزاري بشوتي كان يتمشى في دبي مول يدري بني، بس ياني الرجال لين شيزاري بشوتي. تحيدون يوم انا ظاهر من المزهر قلت انا تراني بسير دبي مول. يوم وصلت شيزاري بشوتي ولن قدامي موجود، قال لي انا فلان الفلاني، طلع رجال بعد مميز شخصيه كبيره في البلاد جزاه الله خير. ما طاح يخليني اصوره بعدها غير نمونه. انزين المراد قال لي ابوي عطني رقمك الرجال الفلاني فلاني برقم. قلت ابوي ما اعرفه. قال فلان الفلاني هذا فلان الفلاني انت مصور بيته فلان 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 الفلاني اسمه، وهذا ابوي يباك تكلمه وضروري. فمصور الغاف اللي قدام بيته والسمر والبيئه الصحراويه فيباك تكلمه. قلت له ان شاء الله اعطوه رقمي خليه يدق لي تليفون. النوع الباهس اعطيه رقمي هو يدق لي ما عليه، لكن اني انا ادق لي يظهر الريال هذا يبي يسوي مقلب بحد ولا حد يشتكي علي بلاك داق لنا تليفون يعني. قمض برج ولا داق لي تليفون
وأبطيت أرمس وياه وخبرني ترى أبوي هذا الرجال أبوي عالم. قال ترى أبوي الرجال هذا ظهر عالم من العلماء، إنه يعني ما شاء الله عليه في الزراعة يعني يختن إبليس ويداويه ويعرف أمور ما حد يعرفها في الدنيا العودة. مثلا أمس أنا قبل ما أوصل البيت وقبل ما أعرف أن هذا بيت ما تحدوني خاطب على شيء الغافلي خطفته وصوره واقول هذا الحنبل وفنان حق الزراعه فنان للدبش ويسوي الهندر ويعدل الحمتن. ترى ابوي الزراعه هاي اللي تشوفونها في الدنيا العود هاي كلها هذه هو اللي زارعنها في حب الله روحه. شوفوا كم له من لجه كل القاف اللي في الفرجان واللي قدام المسايد واللي في الشوارع واللي بين البيوت هذا كله هو زارعنه ويهتم في روحه. زين الرجال اللي وتوعدت دق لي تليفون يبي يعزمني يا غير ما استعزمت تعذرت بودي يا غير عند ابو محمد عيسى بن عبد الجليل ما يستوي وقال لي بتينا البيت ولا لو في ريال قهوه تعذرت قلت بيك يا غير نتكلم في موضوع الزراعه بيك قبل المغرب بنص ساعه بيك قدام بنشرح كان للجمهور العالم طريقه زراعك وش قال اهتماماتك لان العالم تبي تستفيد منها. باكر وانا وقت الجري بخط جنا بيتكم وان شاء الله بتلاقى وياك الساعه 6 تقريبا او 6 الا ربع علشان تشرح لي الزراعه لان يسمونه ملك القاف. اتضح ان في دبي كلها الناس كلها تعرفه ويسمونه ملك القاف ومهندس زراعي وعنده محميه كم كبرها. وانا اقول يا الله يا رب ان حد يعرف من المسؤولين ابوي هاي يستاهل الشكر ويستاهل حد يدعمه. ترى ابوي هو بكبره من المسؤولين كم بني عود. ابوي هذا انسان ما شاء الله عليه باهس ويعرف الدنيا كلها متمكن مهندس ومنظور لابوي حاطين عليه الميكروسكوب وعاطين ابوي محميه كم كبرها باجتهاد شخصي منه في روحه مسوي هاي المحميه وكله في حب الله زارع الدنيا كلها. غير انا قلت له ما برمك قال لي ضروري تينا المحميه المزرعه قلت ابوي ودي يا غير ما شيء وقت لكن ان شاء الله في المستقبل القريب عقب العيد ولا بين العيدين ولا عقب العيد العود اذا لكن ان شاء الله اني اليوم بيك حق اخذ رؤوس اقلام بالنسبه حق شفتوها ليله بالبارحيات ليله بالبسيبله وليله بالزراعه بس توعدت وياها اليوم. انزين من باب الصدفه اتصل بمنو؟ غانم منو؟ العبار. العبار دق لي تليفون والبارحه غانم وفي اثنين اتم غانم هذا غانم وهذا غانم يا ربي هاي روح مصيبه اثنين غانم في نفس اليوم يا هي بلوه. وهم في اثنين يعشقون الزراعه باثنين اتم يعشقون الزراعه فشوف بيتها ما شاء الله تبارك الرحمن غادي غبه خضراء يعلى الله يبارك له ما شاء الله. قلت الزراعه الاسيويه فرق هذا زراعه غانم شو اسمه؟ بن يعروف. غانم بن يعروف زراعته من يعروف عشقه الزراعه البريه مالتنا مال بيئه الامارات وغانم بن يعروف وغانم العبار زراعه الزراعه الاسيويه اللي تشوف ما شاء الله عليه مستغل كل مكان في البيت ما خلى مكان ما بنستغلن استغلال ما شاء الله عليه. غانم اكيد هالبحيره انت تصميمك شكلها تصميمك روحك صح؟ وليش تقول نعم شوي شوي؟ وبتان اثنين الله بسمكانها ودنياها اسميك فنان. هل دبي بكبرهم فنانين؟ هل الامارات بكبرهم ابوي محل شراتهم يا حافظ اللي على هالامارات. وحليل الفيفا شوف عاد هذه مثلا هاي الحين يمكن بنت 4 سنين صح ولا انا غلطان؟ هي بنت 4 شوف هاي الحين هذه مثلا لو مزروعه بالموسم، الموسم يعني من شهر 1 لين الحين وقت النخل وقت قيض النخل يعني. من الارض من الساس لين الراس من الساس لين الراس ها كل ثمر شرات اللي عندي انا جايبني حق الشو شفت هذه يسمونها الرويال الزارع 6 وقال لي خالد ماتن شو السبب ضروري تي طالع قلنا طلع ان الارض عنده فيها مثل بكتيريا هالبكتيريا الفطريات هاي تجتل العرج مال الشيره شو السبب ان الله يسوي تعفن من كثره الماء اي شيء الماء ترى قله زباد وكثرته سماد يوم شيء يزيد عن حد انجل استوى تعفن في التربه وتخيس العروق
مثل هذا خاسة وماتة، هذا بعد فصيلة خاسة وماتة. أبويه علاجات ويفهمون له، يفهمون في علاجه منه المهندسين الزراعيين والناس اللي تعرف يعني ذوي الخبرة. هب أنا يعني أنا هي هاوي هاوي وعارف ومن باب الخبرة ويعني هذا. وأنا ما عندي مزرعة، لو عندي مزرعة شو سويت؟ سويت اليوم الحمد لله على كل حال. هذا حياة أبوه يعني هالجنة. أحمد بن غانم، أحمد بن غانم من واخذ الكبار بعد الأوليين. وأنت شو اسمك أبوي؟ أحمد بن غانم. والنعم إن شاء الله تقدر حينه أنت مسمينك على أنه أخذ العود هذا، فلازم يكون قدوة. يدك رجل الناس تضرب بالوصوف أحمد بن غانم من نواخذ الكبار. راته ولا لا؟ هي ولا لا؟ شو هي بتخادي هي ولا لا؟ هي اسكر فنك. بارك الله فيك. عدالي قصير الدرك أنت. هذا أبوي شو اسمك أنت؟ حمد بن غانم. وأنتي؟ شلثم بنت غانم بن أحمد بن غانم. وين ضروسك؟ فتحت أمك؟ فتحت أمك؟ ما شاء الله عب روس ما زينهم. هذا شيء واحد. وينو هذاك؟ وينو؟ جلثم جلثم أنت أي صف؟ جريدون. شاطرة ولا كسلانة؟ شاطرة أكيد. بتخبرني المس ما بتكذب. هل تكذبين علي؟ بتخبر المس أنا أكيد 100%. شاطرة رقم واحد ولا رقم اثنين؟ شلثم شلثم تدرين تسمينك على منو؟ مسمينك على شلثم الميدور. حياة شلثم يدك هي شو تحرين؟ اسمينك فيزر تفيزيرتم وحدي جاي الا خمس دقائق. يلا كرمكم الله مشكورين وما قص. يلا تعبت وديني ودي بيتنا تسيري ويانا. حمد مع السلامه حبيبي. شكرا شلثم. ما شاء الله متشطنين انت مضرنهم. ما شاء الله ما شاء الله. حافظ على هالتشطينه حبيبي. بما لا سلم على هلك سلم على الربع والفريج كامل مره لا تخص حد. مشكورين ما قصرت. زين سلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مساكم الله بالخير. اليوم ظاهر من الوقت. ليش عاد ظاهر من الوقت؟ ترى متواعد ويا الرجال. ظاهر ابوي من الوقت متواعد ويا الرجال. مشكله ما خزنت رقم تليفونه. اعطاني رقم يا غير ما خزنت الرقم. حبيبي خزنت لك ما عرفت. ما بني ما عرفت كيف اظهره. اتوقع اني ما خزنت عدل او ما حسويت لحفظ فما ظهر عندي في الاسامي. انزين واللي يزيد الحمام ثلثه اني ابوكم حين البيت ما دل هنا الباح في نص الخناخيش شرق وغرب وشرق وغرب وضربه فيك وضربه في مصريك. البارحه بالصدفه عرفت البيت. الحين احيد مشاهد مسيه تقوم الحبايه لكن بين الخناخيش كيف بدل البيت؟ وانا الحين بيني وبينه وعد على الساعه 5:30 لا دل البيت ولا عندي رقم تليفون لكن ان شاء الله هو يسمعني. ان شاء الله انه يسمعني. يا ابو غانم دخيلك دق لي تليفون. والله انا مشكلتي الحين بضيع الرقم وما دل البيت ادل الفريج. الحين انا قريب عن الفريج غير ما دله البيت زي ما زين. ما بمضيع الرقم مخزنين هالرقم لكن بتليفوني ما شاء الله لك 600 رقم يا اخي ما اتذكر ما بحط الاسم كني ما بعرف. اقول لك اقول لك زين يا ابوك سويت يوم دقيت لي تليفون احنا متوحد ما دل بيتكم ما عدال جريب المسيد هذا وين اللي حاطينه فيه دور ما داره القاف هي زين يلا عند المسيد؟ لا تقريبا 200-300 متر الحين يصير بيك اربع للمسيد. يلا يلا بشيركم كان يتابع غانم بن يعروف يعلى الله يحفظه بارك الله فيه. زين الحمد لله يا ربي شال نقله فوق راسي شايف عباره كاني مطرش نداء يعني نداء اغاثه. شفت نداء الاغاثه هذا عنده طراد وضال الدرب هنم. بخبركم هذا يسمونه السناب سوى شغل للعرب. ابدا ليه مضيع ان من تبغى من مره توايد. اللي يقول لك حر وحر وحر ترى ما شيء يزول حر. اللي قال لك شيء حر اللي يقول شيء حر هذا ابوي كذب من حبلين مشى. ان زود حر ما شيء يزول حر. بنادم ما ت... ما ت... ما تدقك الشمس شويونه وين بيجيك فيتامين دال؟ فيتامين وين بيجيك يوم انت مندس منزرف في حجره؟ خانت البنادم اللي ما تدقه الشمس. يا قديم مره فات شرات دياي هذا دياي المكينه هالنمونه.
وقت اللي يصير البحر ولا يغطر يوله في البحر، ساير البحر وياي من البحر يا غير ما غطر يوله في البحر، شو خانته؟ ما له خانه. عليكم القاف كله زرعته هو الريالين الحين ساير له. شوف اجتهاد شخصي، شوف مقيطه من الدنيا كلها، اجتهاد شخصي كم له من لجر، الطير مستفيد والعالم مستفيد والدنيا، ومنظر ايجابي ان في ما يحتاج ماء، يحتاج ماء الحين اول بادي. شوف ها قطره قطره، شوف يسير وياخذ ويعطي. شوف ها بعد ها شوف البصره حق طويرات وحليل اللي بيصير مويين، شوف حي وحاي وبيع مسابيح. هذا ابوي بيصير ابوي اللي حاط هذا الشيء ويات لنا هالبصره، ابوي بيصير الجنه لا حساب ولا عقاب، سيده سيده من الباب للمحراب. وعدت ويا عند المسيد هذاك، فالحين بسير ركضه لين هناك على اساس اني واحي لي شويه سخن على الاقل، حتى باخذ سنه حق رمر بس. وحد يصير ابوي عند ريال لا بيني وبينه معرفه، لا شفته لا تشافني، لكن لا هو شايفني يتابعني في السناب يا غير انا ما شفته. صبيت عليه البيت هو صار يدورني الحين وين، قلت له ابوي انا ضليت عدال المسيد اللي معالي بيتكم، وهو انا دليت بيتهم، وحين هو صار الزراعه اللي خبرتكم عنها البارحه قلت لكم عزرين عليهن لابسينهن حجاب يبن ما يبن. ها ابوي ما يابتها هالرمسه راسه يابس راعي البيت. سمع الناس اللي من غير كلها سمعت صدقان وادي رمسوا لي، قالوا والله بنقول له نحن العلم عند الله، سمع الرمسه زي ما زر عليهن لفنهن لفه مقمطات فقارة يبن ما يبن، وهي الشيارة روح نسوي وهي كم ابوي طحت بالريال. هذا ابوي الله يحييك الريال غانم يا مرحبا غانم بن يعروف السويدي على الله يحفظه وراعي هالمشروع الضخم ما شاء الله تبارك الله. انتم عدوا اساميكم، اول واحد انت منو؟ محمد. شو اسم ابوك كامل؟ احمد كامل بالكامل، عد الاسم كامل. انا خميس محمد منصوري. وإن يلا عدوا اساميكم. اسمك؟ غانم عبد الله. غانم عبد الله شايل بن يعروف. وين الحين؟ اثنين باجين اثنين منو ها؟ محمد عبد الله الشيخ. هي زين وانت ابويا؟ عبد الله بن عوف. والنعم والنعم. انا جاي ابويا طالع واخذ رؤوس اقلام ومعلومات واسير اكمل شغلي. بس شو بتفيدنا حينه؟ والله شوف تفضل ترويك يلا غايته. الله يحفظك، انا زرت المكان وانا ما اعرف منو له ولا اعرف شو علمه وشو اخباره، لكن اني اي ولقط كنت بس شرح لي هاي روح نعمه يبه لها حمد وشكر. طال عمرك. هذا طال عمرك هذا مشتل بيئي كل الاشجار المحليه. نعم على شوف سدر وغاف وسمر مزروع للبيئه بحب في حب الله يعني يعني تجسمون صدقه. نعم للي يبي وياخذ بلا شك الحمد لله هني تقريبا نعم. بين سمر وقاف نعم. 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 وسدر هذا السدر طال عمرك سدر عربي بري في توجيهات نعم. بتسوي محميه سدر وسمر للعسل ايوه تاج العسل سبحان الله. وهاي بعد فتره نشوفها على الواقع يعني. ان شاء الله ان شاء الله بس نتري التوجيهات ان شاء الله ان شاء الله بتيكم التوجيهات وبيكم العلم والخبر. هذا ابوك شيء قوي اخترت الزراعه هذه انت، شو السر في اهتمامك في السر في اهتمامك في القاف والسدر والسمر؟ السؤال الله يسلمك سألنا إياه الله يطول في عمره يعطيه طول في العمر الشيف محمد بن زايد الله يطول بعمره. سألني قال لي شو اهتمامك شو السر ورد الجواب انك شو عاده جوابك للشيخ الله يحفظه الله يطول في عمره. قلت له قال لي شو سبب اهتمامك بشجرة الغاف؟ زين قلت له طال عمرك نبتنا ويا هاي الشجرة في هاي الأرض الطيبة سبحان الله واهتم بها أبونا زايد يعليه الجنة يعليه الجنة وغفر له ويرحمه آمين. معازيب الله مالك الحمد كلهم على هالطريق ماشي وحنا نمشي على خطاه الحمد لله. هذا زين هذا الزين فوق عن زين. الله يطلع فيك البركة في ذريتك يا رب العالمين. السبب شو هي يعني انه ما يحتاج ما زيادة ولا انها من الاشجار المعمرة ولا انها ما تبى زيادة عناية ولا شو؟ البر هي نعم يوم تروح البر تشوف الغافة على راس عرقوب نعم ما في مصدر من مصادر المياه عنده وطالع سبحان الله ما تحتاج شوية اهتمام منا احنا اذا روحنا
كلوا منها. هي نعم ياكلون من حتات. نعم معلوم من هالسبب تحتاج شوية تهتمم. الحمد لله. احنا في بيئة محتاجة الى الغطال كثار منها. ايه ونباتات المحلية اللي هي من بيئتنا. من بيئتنا سبحانك. لا تتحمل ما تحتاج الى لا عناية ولا زيادة. ان شاء الله ثامر بعد صغار خنابير مسوي. نعم نعم بلا شك. هاي ايش قال طريقة بذر زارعين الوش. بذر. ما شاء الله. بذر مزروع هذا عمره طولها؟ نعم بلا شك. هالطويلة قامة ونص. قامتين والله. طول الريال وديتين. الحمد لله. سنة ونص ها؟ قبل 10 ايام هديت. تحين التوزيعات وين وزعتوا؟ منو عطيتوا؟ عطينا البلديات. كل بلديات الدولة؟ نعم. مثلا؟ بلدية دبي عطيناهم تقريبا 10,000. كفو. قبل شارع من العوير للهباب. اها. احنا زرعناه الحمد لله وياهم. انزين، كم زرعتوا؟ الله العالم شلوا من المزرعة. لغاية ما زرعوا الشارع كامل. كامل؟ نعم. كل منتاجكم؟ نعم. زارعين بذر؟ احنا زارعين عاطين مشتلات. لكن انتم زارعين بذر عاد. قور بهلا. والله العظيم لو انا منك ببايعهم. هاي حكومة بيعطون بيزات. إن هاللي انا خطفت عليه في هالشوارع كلها مزرعكم انتم. قافه تشوفها في الفريج الحمد لله. اللهم لك الحمد. كم لك من لجر انت؟ كم لك من لجر يعلى الله؟ السيارات عند المسايب. نعم. يوم تزرع شيرة الغاف كم يستبرون الناس؟ الشير يا ولد الحلال الشير لك اجر في اللي خاطف اللي بيستظل. والرسول صلى الله عليه وسلم اكثر ما وصى في الشير. نعم بلا شك. ديننا الحنيف يحث على الزراعة الخير. ما بلازم تتجسم بيزات حق يقولون كريم. حتى هذا شو ظاهر بلاش. هذا يبال عناية ويبال عبالة ويبال شغلة ويبال وقت وجهد. وهذا كل هذا والجهد هذا يعني اللي تقوم به انت لا يقدر بثمن. جزاك الله خير والله. ان شاء الله يرزقك عدد ان شاء الله. ورق الورق مال الشيء الجنة يرزقك الجنة ويرزقك إن شاء الله البركة في الذرية الصالحة يا رب العالمين. على عدد الورق هالي شوفه ما شير كامل. يا ربي بتوصل خيرة الديناصور. كان الله بيعطيك عمر على عد الورق هذا. يا بتقدي شداد بن عاد انت من الديناصورات. يا الله يحفظك. الله يسلمك. مشتل في مدرسة ثانوية دبي. نعم. زرعنا فيه 20,000 شتلة. ما شاء الله. الأولاد الطلبة وقت فراغهم يزرعوا. صادف الحمد لله اعلان الله يطول في عمر الشيخ محمد بن راشد شجره الاتحاد. زين. وصارت المدرسه توزع للمؤسسات والمدارس كلها. شوف انت تربوي. هي نعم نجح. نجحت ولها اثر ظل سبحانك يا رب. الحمد لله. انا كنت مدرس قبل. ما شاء الله اشوفك باهس. هاي القافه الحين كم عمرها؟ هذه الوحده. هذه عمرها سنتين ونص. سنتين ونص ولتونا شفناها سنه ونص. سنه ونص. سبحان وعلى ليش يقولون بطيئه النمو؟ نمو. لا لا ابدا ما شاء الله ما شاء الله. وظلت غليظه يعني تسوي ظله غليظه. شفت انت لين مشيت فيها البارحه. هنا تحتن. هنا امانه سنت. نصورك لو ما تبى نصورك. والله ابوي شور عندك. بس توكل. شو اسمك انت بالكامل؟ سعيد محمد بن عابد المهيري. والنعم والنعم والنعم. مرحبا ابو عسكور. يا مرحبا. مشتل واحد. هذا مشتل واحد قرب الميله سنة السلابه. هي ولا المشات الرئيسيه في العوير في الهباب. ما شاء الله شيء يعني هناك 30,000-40,000 شتلة. ما شاء الله تبارك الرحمن. من غاف وسدر وسمر. ما شاء الله ما شاء الله. وقرط. بعد قرط؟ بالقرط وين ساير؟ ايه. ما شاء الله ما شاء الله. يعني الله يعطيك طولة العمر. ما شاء الله. يعني الحين في خلال 10 سنين إذا أعزمت أنت بهالطريقة بتغدي البلاد أبوي من الأدغال. أن أبوي البلاد بتغدي. نعم. على الهدف أهدينا بلد قلت لك بلدية دبي 10,000. نعم. بلدية الشارقة 5,000. هي. بلدية عمان. الفجيرة اهديناهم سدر. بغينا نحيي وادي السدر. هي نزرعها مرة ثانية سدر. شوف انت. والله يطول عمر الشيخ حمد ايد. هذا الشيخ حمد ما يصك كله واجف. يعلى الله يحفظه يطول بعمره. الله يطلع فيه البركة. نزرع السدر في وادي السدر. زين سويته. والاخير وابو ظبي وام القيوي ما اسمع جبت لهم طاري. ابو ظبي الله يطول في عمرك. هدينا الله يطول في عمره ابو خالد. والنعم كفو يستاهل. 10,000 شتله. ما شاء الله. وعلى اساس انه بينقلونه يزرعونه في المكان. شنو ساره لو بعدهن؟ نعم موجوده بس انتريت توجيهات. ان شاء الله. احنا حاضرين في الخدمه. ان شاء الله انهبت التوجيهات ان شاء الله. الله يطول. كم عمرك؟
انت بالكامل؟ تمام. انزين وابوك شو اسمه؟ يوسف. يوسف بن منو؟ من عمو. والنعم. وانت؟ محمد يوسف. والنعم. البلاد، البلاد في حاية الخضار هذا. الخضار. زين. وبحاية جهود الرجال اللي شراتك اصلا. الله يطول عمرك. جت الوالدة وزرعت في بوهيل غافة. الله يطول. زرعت غافة من بيننا وبين المسجد، ظللت نص المسجد ونص بيتنا. زين. من زمانه؟ اي زمان قبل 40 سنة. ما شاء الله. هاك دهري ما شاء الله عليك. لا اكبر الحين انا ولا انت؟ ما ادري والله. شي فك شب عني ما شاء الله عليه. مجنود شناسي على الله يحفظك. قلت ما شاء الله. المخاد ليه الاول يكنزونهن قطن. نعم. لكن انت ما بمال القطن. حتشوف هاي المكنوزات ارى يجيبونها الاول من قطن. من السعوديه ونجران والمساند نوعين كنيز يكنزونهن قطن. حتى الارى زرعنا. ما بعد؟ نعم. ما فيك حيله. موجود. شو هو الأرى؟ الحين طرينا الأرى وانت طريت زارعينه. وايد العرب اللي بتبي تعرف شو معنى الأرى؟ الأرى نبتة برية. اها. وتنتج حشرات القطن وهو ما بقطن. يستخدم للمخاد للفرش. ايه يعني شي يعني. ما شاء الله عليك. لازم نصورك. اسمك خميس بن منو؟ بن يوسف بن يعرف السويدي. والنعم. وانت؟ عبد الله يوسف. يا رب انت بلا زدت اسم واحد غير عنهم زد. وايد العالم من البارحه من اول ما سجلتك والعالم كلها كل يشكر عليك. الاف مؤلف يشكر عليك ويثني واقسم لك بالله العظيم ما حد شط راك الا بكل خير. وما كنت اعرف عنك اي معلومه الا بالصدفه. هاي يوم الله يبالي السعاده. ادعي لك بطولة العمر في الوقت اللي انت قابض شغلتن كل شكر عليك وكل جهودنا بسيطة طال عمرك. الحمد لله. وهاي بلادنا. وما اقول لك ما في حد ما اتصل ما يشكر ويثني عليك. الحمد لله. يثنون عليك. الله يجعلنا يثنون عليك حاليا. يثنون عليك وقت ما في ما كنت في وظيفتك الاولية. كل يقول انك ما قصرت وياهم. الحمد لله. اكيد بتوجيهات من اكيد انك ما قصرت وياهم. اكيد من بعد ما ترد الشور ويردون عليك الشور الشيوخ الكبار والمعازيب وانت تمثل انت يعني تنفذ اوامرهم. معروف انت اللي قمت توصل المعلومه للمعازيب الكبار وتصدر الاوامر من المعازيب الكبار حق الشعب. فهذا معلومه يعني وايد ما تعرفها. انت كنت وسيط بين المعازيب على الله يطول بعمارهم وبين الشعب. فلذلك كل يشكر وكل يثني عليك. والله يا ابوك يثني برساله يشكر ويثني. يثني اقول لك مليون رساله كل يشكر ويثني عليه. الحمد لله. الله يجعلنا على حسن ظنهم وان نكون ادينا الواجب يعني على خير ما يرى. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. نسال الله الاجر ان ادينا الواجب وابرينا ذمتنا امام الله من عين. الحمد لله. الحمد لله. تستاهل. تستاهل والله. والحمد لله قبايل وكل واحد منا يساعد مع الاخرين. جزاك الله كل خير. جزاك الله خير. يفرح للاخر. يلا الله يطرح البركه ان شاء الله في ذريتك يا رب العالمين. هالرجال ما ينضرب. هاي اللي انت تقوم بها ابدا مش بسيطه. هاي يسمونها الجهود الجباره. انت وايد ابوي ناس تغدر من الضباب ويسووا لهم ما ادري شو من قراطيس عابد القاف. هذا كم يسوى؟ كم يسوى بالله عليك؟ كم من طير؟ كم من دابشه؟ وكم من انسان بيتظلل؟ سويت خيرا. انت اقول لك توني اقول حق الجماعه بتصير الجنه الرويسي لا حساب ولا عقاب. الله يجمعنا وياكم. امين امين. محمد شو يفرق محميتك عن محميه العرب اللي من غير؟ محميه القاف انت مسمينها ولا؟ محميه القاف. محميه انت تدري ان مسمينك انت ملك القاف؟ انا خادم القاف. محميه عندي انا عامل فيها الحياه الطبيعيه المحليه البيئه الاوليه البيوت الاوليه الخيام حياة أهالينا السابقة. إيه؟ بيوت العرش وعلى طبيعتها وخيام الأولية ووسط القاف. شوف أنت. إيه؟ بلية كهرباء فيها يعني ما مخفية تبين. ما تبين فيها. إيه لأن الحين أزمة الكهرباء شيء لابد ولا عذر منه. إيه نعم. عليكم السلام. شو تبى؟ اللي بيسلم يصور ينزل. يلا كنت بالكامل. هي وانت؟ وهذا شو اسمه؟ تبوهم انا ما عرفته. والله والنعم والنعم والنعم. الله يطول بعمرك شيخ. بارك الله فيك. يا الله يحفظكم ييسر اموركم.
داخلين فيها كهرباء بطريقة ما تبين. ما تبين. إنزين. كأنك في البيوت الأولية الخيام والعرش. وتبين المكان بارد بدون مكيف. مكان مسموح للعرب كلها تي. لو المعارفكم وصدقانكم لا تنسى ترى رقم كبير اللي تابعون محاسب على كل حرف تقوله. عمرك لو الإمارات كلها تيني يا مرحبا. هي أبوي ما عليكم ترى بهاي كرم العرب هالنمونة هب حد يعفد على الرجال. ترى الرجال إلا ها. كرم عند العرب مرحبا بالناس كلها يا غير بتونا كلكم أنا أبو أنت بلاد كاملة دولة ما بضامتنكم والله العظيم. الناس هلك اللي يزور المحمية يزرع الشيرة وتسجل باسمه. ايوه كل واحد هي كبير صغير اي واحد. زين الحين لوازم كيف تعرف المحميه يعني الحين؟ المحميه مفتوحه لمنو؟ للي عندهم نشاط زراعي، للي عندهم اهتمامات زراعيه، للي يحبون ما باي زراعه بعد بس البيئه الصحيه. بتساهم بتزرع بتشل بتحط ما بتصير تتكشت بتصير بيكدونك مكدت اليهد لا تقول ما حد قال لك. تيكم ولية قبن يعروف. يا سلام سلم حشة يا يلا ها روحهم كادين عمارهم يلا بسد لنا الاجي حد حملوا يا رياضة كبري منهج زين ما ب ما بسعدنا ولا بك فطر عندنا هي نعم احنا نعرف عوايد العرب. جزاك الله في بيت عيسى بن عبد الجليل. ونعم ما روم طال عمرك اني والجماعة يتريوني على الفطور. ونعم اي فما روم اجفيفهم ابدا واحنا بعد ما ويله هاي عند وجه الباب. عند وجه الباب ما وصلتك. لا البسير اركض. ما تركب. ما بركب؟ لا. ليش؟ عندي والله كل ما اشوف. لا تقوابهم اروح بشد اخبهم هذي. ما تروم. باروم عليهم. ابدا ليه ما نقضي حياة الشغل اللي هذا ما يترك ما شاء الله. يا حافظ على الميلس يا حافظ على الميلس. هدي العودة هاي حقيان من وين؟ هاي بسبب الدعوة اني تم تدعي لها. دعيت لا يعني الله يطول بعمرها ويحافظها يا ربي. ارخش بكبري وعطيني هالصندوق كم كبرة اسميكم انتم. مشكورة مشكورة يا عوش بنت خميس السويدي مشكورة يا مغانم يعني عمرك ان شاء الله طويل والله يحافظك يمتع بجلك والعمر المديد لك ان شاء الله. مشكورة يا بنت. شو عاده الحين هذا انتاج وين بالضبط؟ الهباب. الهباب ما شاء الله على الهباب. سراري سراري قول لي ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. سلم ابوي كثير السلام على الصغار قبل الكبار مره لا تخص حد خص بالسلام خص بالسلام الوالده ويعل عمرها طويل والله يحفظها ان شاء الله. مشكوره على ما قصر ابوي. شو اللي ما قصرت انت ابوي اللي ما قصرت في امك لا اله الا الله يعل عمرها طويل يعل الله يحفظك. جزاك الله خير سلم له خليت منك سلم أقولكم أبوي الرجال هذا أنا خيل أعطيكم رقمه حكل المسجات كم فتحت الرسالة عطنا رقمه أبوي أنا خيل أعطيكم رقمه هذا كان مشتلها شفتوا وين يجسمون بلا رقم الرجال هذا رقمه خاص وهذا كمبني عود عمبني ما تحرى كمبني والله لو أدري بأن كمبني ما خطف جدام بيتهم ما أدريت بأن كمبني يا عيال حلال حبيبي أبوي خربتوا علي رياضتي هنا حينة هذا مشعل بسير بكمل رياضة بي زين. سمعتوا اللي يقول لك هلك ما هلك لكن حسيت بمتعة في الجري يعني بخبركم. شوف البيت هذا اللي فوق البنديرة اللي فوق العلم حافظ علم الرزق فوق معالي بيته حافظ عليه. مفروض وحتما على كل إنسان في الأيام هذه بالذات يعلج أبوي علم معالي بيته علم للتحال. لازم كل هالبيوت أبوي ما بلا بيت والعشرة وأمية لا اغلب البيوت حاطه حتى اللي حاطين علم قديم ترى يجدم العلم وعظم اللي بعشر دراهم ما بمليون والعلم يعني الله يحفظكم بين شهر وشهرين يبال تغيير. ليش؟ عوامل الطبيعه شمس ورطوبه وطحنه الزمان كيف يعني كم بيعمل ابوي. نحن نمر بوقت صعب صعب لله الحمد يا غير لازم ابوي كل هالبيوت تحط بنادير ما يتم بيت بلا نشر. ابوي كل بيت يعلج بنديره كل بيت نشر ما بيت دون عن الثاني حتى بيت ابو محمد هذا وبنقولهم بونا شيء لكن اظني بيغيرون بيحطون وايد ضروري من كل ولابد لازم ابوي البندير معالي كل بيت ضروري. شوف ها هذا ابوي ما شاء الله عليها معلج البنديره.
حين انت تشاورتني تقول لي خالد ابراهيم يصورك وانت لابس مقصر، ابو ابراهيم يعني مقصر يونيه زوليه يونيه عيش يونيه طحين كل واحد. يا ابوي الحلو حلو لو شلون شاء الله. يعلى الله يحفظك. الله يعمرك في الامارات متعودين على عفويتك. الله يرحم والديك. كل متعود عليها. يعلى الله يحفظك. انت بارك الله فيك حسين رجال طيب. الله يطول عمرك. وكلنا يصيح من طيبك وشيك لتهدمه. جهدك هذا اللي تبذله اعطاء العالم اخبار مشايخنا وعلومها وين السير واليي وبرزت ومتحضر كل محافلهم. اللي تبذله ما بقليل ومش كل حد يروم يسويه. عند الله عاطمك ما شاء الله سرعه البديهه وانسان خطابك فصيح. خطابك فصيح. انت بكبرك فنان يا ابو. انت طورك يسوى 10 ريايل. نعم طورك يسوى 10 ريايل. الله يطول فيك البركه البارده. وفرحت بشوفك والله انا بزياده. يوم وصلت وشفتك انت استانست بزياده. الله يطول فيك البركه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. نتحرك تقريبا لي 10 دقائق نتوجه ان شاء الله بحفظ الله ورعايته الى العاصمة الحبيبة ابو ظبي. اني الحق على الجيم ما بيواحيلي لاني ابطيت، لو اني من صليت المغرب اشتليت بيكون بوصل من وقت. ابطيت ارمس غير واحيلي، ابطيت هدربان ورمسه وعندك دونك، وين بتروم انت يا البنادم؟ من تتقهوى وترمس في اليساير في اليايد فني ساير وياي يتنع عرب وايد ما شاء الله عليهم، حد بغى يصور وحد رفض التصوير وحد رفض الحديث وحد قال ابوي حد يصورني معنى اللي جاي يعني، وحد قال صوروني حد لا صوروني حد يتمنعنا وهن الراغبات، وحد ما باه دزوني عليه حد ما باه دزوني عليه بعد. شيء موضوعي على الله يحفظكم يخص التوقيت. توقيت قيض الهمبة. الهمبة ابتدأ ويا القيض من تقيض النخيل وتبتدي تبشر قاض الهمبه وياها وطاح الهمبه. انا عاد ما برمس كم عن همبه الدار، من المتعارف عليه عالميا اجود انواع الهمبه في الكون الهند، اجود انواع الهمبه في الدنيا في. واول تبشوره عندهم الفونسو اللي هو الحافوز، حد يسميه حافوز وحد يسميه الفونسو. هذا عاده انا زرعته في البطين قبل تقريبا 13 سنة وحينا الهمباء علو البيت شرع عودي يعني طول الريال وديتين لو وديتين ونص يعني قامتين ونص تقريبا يدعها تقريبا 3-4 انش يوم اخذ من الفجيرة والله وزرعتها ودار عليها الحول وانتجت وريحة تخنين وغاوية ونفس طريقة نفس درجة الحلاوة مات الهمبة اللي بالهند. كل العرب زرعوها وزارعينها من زمان ومنتجة وشيء جميل وفنان وغاوي وما شيء شراته. هذا نسبة لشو الحافوز. عاد الحين على التلاياه الفونسو تلاياه الحينة يعني آخر كمية هالأسبوعين اللي علينا أو هالعشرة أيام من عقبه ما شيء. لين الحول لين الحول لين الحول وعقب عاد بطيح الأنواع الثانية. وحين عاد بخبركم ليش رمست عن هالموضوع الحين الصور وبنزل لكم يعني الله يحفظكم خارطة بتشوفون القرية اللي مزروعة فيها مزروع فيها النوع هذا من الهمبة وين مشاهد من الطرف الثاني بينهن محيط لكن مقابلة وين عمان القرية. فبنزلكم يعني الله يحفظكم الخارطة والأنواع والأشكال وبرد درمس وياكم. لازم الحين عاد أوجف على اليمين علشان أروم أنزلها. رد على موضوعنا. الحافوزي ينزرع في جميع مناطق الهند جميع مناطق الهند، فلذلك حتى في الامارات يظهر ويظهر في شرق اسيا يظهر في كل مكان. مثل ما قلت لكم انا زارع عنه وغيري زارع عنه من زمان، لكن
فيه يوجد نوعية في قرية معينة مدينة في الهند، المنطقة هاي على الله يحفظ يسمونها ريتنغاري. ريتنغاري هاي مقابل عمان، تخيلوا مقابل عمان، بين عمان وبين المنطقة هذه يدور المحيط، يا غير الفانسو كل الذي. والمنطقة اللي عديت لكم اسمها يمتاز، وهو يظهر في كل بقعة، يا غير القرية هذه يمتاز طعم المانجا. شوفوا فالحافوز موجود في كل ولايات الهند، يا غير في المنطقة هذه يختلف اختلاف كليا. أرض المنطقة هذه من قوة لون الأحمر للتربة راد على سواد، تقريبا شرات لون الزباد، شرات لون شو الزباد. سبحانك يا رب. ريتنغاري مدينة صغيرة، غير في الموقع مقابل عمان، بينها وبين عمان المحيط، فقط المحيط. مدينة جميلة وفنانة وتستاهل العنوة، يا غير ما فيها جذب سياحي، مش مهيئة سياحية، مناطقها عادية يعني مش مال سياحة، البلاد يعني تقريبا شبه بدائية، لكن اللي له ميول للزراعية فزيارة المدينة هذه وايد بتعيبه وبتفيده وايد بالنسبة للعشاق زراعة الهنبة. يوجد زراعة الهنبة في جميع العالم حاليا، اللي موجود في الهند كله موجود في دول الخليج، وخاصة في الإمارات وعمان، وبالأخص اللي في الإمارات وعمان، يا غير التربة تميز الإنتاج في ريتنغاري هاي البلاد. التربة تختلف، دام التربة تختلف معناته كل شيء بيجيك مخالف، يا غير الحين في الهند ريتنغاري روح مميزة، حتى في القرية هذه أنباها اللي هو الفونسو اللي موجود في القرية هذه يختلف عن جميع الهنبة اللي في الهند كلها. زي واحد انطر شلي مسج قال ابوي ما خصنا في زراعة الهنبة، زي ما خصك ابوي ثلاث طالع. انا ابوي الموضوع اليوم للي يحبون زراعة الهنبة شراتي، لازم اليوم تتابع ابوي من الصبح نرمس على القاف والقويف والحنبل والعزرائيين وطحنة الزمان، انت ابوي ما بيازل لك موضوع الهنبة، ما بحب كلمة حد مكلف عليك ولا حد معزر عليك ولا حد قال لك ابوي طالع، انت اليوم لا طالع، اليوم عط عمرك اوف، اليوم عط عمرك اوف، هب لازم انت تتابع. انا عندي المعلومة هاي وانا هوايتي الزراعة، واليوم كان الصدفة كان موضوعنا موضوع ويا يعني الله يحافظ الاخ غانم بعد عن الزراعة، اليوم بنكمل موضوعنا في الزراعة، وانا زيد حد يلس يناشبني برمس شهر كامل عن الزراعة. هي نعم تقول ما قلت لكم. ريتنغاري هذه منطقة ساحلية على بحر عمان، جميلة جدا، لكن مثل ما قلت لكم مش مهيئة سياحيا. وتتميز يعني الله يحفظكم المدينة هذه بعد بمصانعها الوايدة لإنتاج عصير الهنبة المكثف، الهنبة الغليظ اللي مفلفص، هب هذا ما من الخرس، لا شرات هالعصير بياعي ما سربجي، لا يميز الهنباه الحافوزية التي من المدينة هذه، التي صفارها يرد على حمرة اللب مالها، والصلامة التي صغيرونه يعني، والباجي كل لحم ما تي شرات الشعر فيها، شرات الشحمة، شحمة بيضة، وهذه صفار يرد على حمرة وطعمها وريحتها تلصق يبوك وريحتها حتى شرات دهنة الدوابة، حتى تم لاصقة في اليد، والهنبال وحدة تازم ريحتها تفوتخ في البيت، الهنبال وحدة معروف انكم انتو شارين هنبة، شي في بيتكم هنبة ريحته تفوتخ تشل وتحط ريحة الهنبة، حشرات شي من الهنبة مال ريح، والطعم السكري مالها طعم الحلاوة قوية بطريقة ما حد يتخيلها، وايد طعمها حالي يعني يسعر الحلاوة اللي تسعر. في معلومة حبيت أخبركم عنها، وايد العرب اللي تشوف والله كلت من الهنبة هاي بلا بزرعها صلامة، روحي زار عنها بتشوفونها باكر. معلومة لازم كل حد أبوي يتأكد من صحتها على فكرة، الهنبة يوم تنزرع صلامة تصير وتثمر يبالها من
10 سنين الى 15 سنه وقت بلوغ الهمبا، من 10 الى 15 سنه. ان الهمبا هذه تشابه الصلامه اللي انت زارعنها وماكلنها، نسبه الحقيقه هاي الشبه بين الهمبا اللي انت كلته واللي ظهرت من الصلامه اللي انت زارعنها يعني ضئيل، يمكن 10 او 20% بتكون نسبه الشبه، احتمال 80% ما تظهر مطابقه لا في الشكل ولا في الحجم ولا في الطعم، احتمال قد اجود على فكره، احتمال قد اجود، الاحتمال اللي هو 80% ما تكون هي طعمها هي 100% مستحيل، من النوادر 80% 20% فقط 20% احتماليه ان الهمبا هذه تشبه الصلامه اللي انت زرعتها او اللي زرعتيها. طبيعي هاي مش رمستي، هاي رمسة المهندسين الزراعيين ورمسة الناس الفنانين اللي يعرفون ورمسة دراسية ورمسة ناس دارسين الموضوع هذا. من كثر ما خالط وعرف واسمع وساير وداخل في جروب كل صفوة المهندسين الزراعيين الاماراتيين كلهم موجودين فيه، اضطري اني اعطيكم رقم تليفونهم على اساس تدخلون وياهم في الجروب، لكن ابو شروطهم صعبة تعدين شوي، ترى مهندسين ممنوع حد يحط صباح الخير وجمعة مباركة ومبارك عيدكم، هذا كله ممنوع، أو يتكلمون في أي موضوع لا سياسي ولا عقار. وعبوي الجروب الزراعة المهندسين هذا يمكن في 20 أو 25 نفر كلهم من صفوة الشباب ما شاء الله، كلهم باحثين، كلهم أبوي هذي الباحثين ودارسين وخريجين جامعات وعندهم محميات زراعة، محميات مسوين غابات في الدولة وخارجها، مزارع حتى في الهند، عندهم مزارع في جنوب افريقيا، مسوين بساتين تغني عليه في جميع انحاء العالم، باحثين تجار ترى. لذلك اللي يحيد عمره له نشاطات يبى يدخل في الجروب هذا يخبرني، لازم اكون بعد انا اعرفه واثق منه. الجروب هذا وايد يعني استريت زياده عن اللزوم وما يجوز لهم، ما تصلح لهم الصوالح يعني. طريقة التسميد والمواسم والآفات والعلاجات اللي في الزراعة، يعني اللي يحيد عمره بيموت على الزراعة، يخبرني ويكون لازم أنا أعرفه بعد من داخل الدولة ولا من خارجها. جروب ترى هالزراعة حد منهم من هوايتهم يعني الزراعة، القاف والسمر والقرط والسدر، مثل اللي مساعدت له الأستاذ غانم يعني الله يحفظه، بعد شرات غانم بن يعروف يعني الله يسلمه، شيء اثنين او ثلاثة بعد مهتمين في الزراعة الصحراوية، لكن ما اتوقع بنفس قوة بن يعروف. بن يعروف ما شاء الله عليه يمول الدولة، يمول الدولة، قرب الله تعدوك باخذ عنهم بيزات لو بتبيع القورة حتى بعشر ربيات، ملكك والله لتغدي ابوك عندك مليارات، حد يجسم زراعة بلاش، حسميك انت بطرع، والله لو انا منك لبيع ما طاع حايلته. وايد الشباب اللي يتخبرون يقولوا ابوي نحن الهمبة اللي عندنا السنة ما ثمر، واللي ثمر حت، واللي زهر بعد يبس ست الزهرة، شو السبب؟ السبب يعني الله يحفظكم لا من التربة ولا السبب من الجو، السنة تلخبط الجو، اختلط الحابل بالازهار، وقت الازهار دخلت الاجواء، دخل حر برد بهوى بعاصوف بمطر، فارتبكت الهمبة فقيرة. قالت يا عجايل الله انا في حمال، هذا ابوي اللي جايني طهف وبرق ومطر، فتخادت ما اعرف ايش اسوي. الهمبا حساس بطريقه ما تتخيلونها، الهمبا والفيفايه اكثر شيره في الدنيا العوده حساسه، فالهمبا يوم وقت الازهار بي هو قوي بتلقطها تروعت، حتى لو ناوي تزهر ما بتزهر، تدبكم الادب. فكرة أنا رمسكم رمسة علمية، لكن أنا صيغتي في الرمسة بهالنمون تحروني أمزح، ترى ما أمزح، رمستي علمية 100% ميارس ناس تعرف، ما أعرف أرمس يعني شرات الدكاترة والمهندسين ويوم وما أدري إيش قايل ولا لا لا لا، ما هبت بحس بعمري، قلت في خاطري أرمسكم شي شرف ما أرمس عمري، وإن شاء الله أنكم بتفتهمون شو بسوي، ما بيدي أي حيلة. فلذلك شيء من المزارع اللي في الدولة نزل من إنتاجهم من العام كان 100% إلى السنة 15% و10%، تخيلوا، أمسكم على مستوى مزارع
مزارع يعني كيلو بكيلو نص كيلو في نص كيلو كلهن بوي ضرران الهم بسنة العالم كلها ضرران. لا وبشيركم الحين بعد نزل نون بادي ينزل هالكم من يوم لكن يباله أسبوع عشرة أيام بينزل بيريدون الرياح اللي نزل الله يسلمكم اسم الكيسر. الكيسر هنوع حنبه هندي بيطيح متى من يودي في الحافوز طاح هذا الكيسر. هذا الكيسر هو يعني معناته الزعفران باللغة باللهجة بالأردو بالهندي يعني تخيلوا مغلاها مسمينه كيسر. موسمها الحين يبتدي من عقب ما يوجه في الحافوز تطيح هذه الكيسر اللي هي الزعفرانة. فهذه تختلف ويتكاثر يعني الله يحفظكم منطقة يسمونها يوبي ونيو دلهي لكن تمتاز فيها يوبي هذه يعني من ناحية التربة فتشيخ تشيخ الهمبا هذه تشيخ في نيو دلهي تشيخ وتتعظم وتغدي نسبة السكريات وريحتها أخن عن ريحة كل همبا. انت ما تروم تقارن النوع هذا باللي قبله شو السبب لان هذا خلاص خطف هذا خطف ما له مثيل لين الحول فوز متى بتروحون ريحته متى بتطعمونه بتشوفونه لين يدور عليه حول حول كامل 12 شهر بزمه الوعران. طرف الانتاج كتجارة في الهند من عقب الحافوز هي كيسر. هذه رقم اثنين. من بعد كإنتاج الله يحفظكم تجاري كإنتاج تجاري من بعد الحافوز هي كيسر. هذه رقم اثنين. انتي الحين مو سمعها اثني عدة مكالمات من جماعة توهم الحين قالوا ابوي موجود حاليا في الكيسر موجودة في الأسواق موجودة نزلت يعني قبل خمس ست أيام أسواق الدولة في أبوظبي ودبي وباقي الإمارات موجود بالكيسر نزل حاليا يقول من أسبوع عشرة أيام موجود الكيسر في الأسواق اللي يبقى يعني من هذه الله يحفظكم نوعية من صور من نوعية كيسر. هذا موجود مزروعة في الإمارات موجودة وتباع وتصدر وينتجون بعد منها في الإمارات وتصدر من مزارع الإمارات. على فكرة مواطنين ما شاء الله عليهم مهتمين وفي عناية خاصة لها روحهم متعبلين منها متعبلين عبالة لكن السنة ماشي نسبة الإنتاج 15% يعني الهمبة تأثر في الدولة كامل يعني نسبة الإنتاج 15 اللي العام 100% السنة 15 يعني يكاد أن يكاد الإنتاج هل بالمزارع هيدا يمزر بطونهم هي السنة ماشي يبيع ماشي بيع ما باعوا ما راموا إنتاج ماشي. وين بي اللي أنا أقصده في كل هالموضوع من ظهرت من دبي لين وصلت أبوظبي أني بغيت أشرح لكم عن طائفة الهمبة على الله يحفظكم حاليا هذا موسمه آلاف مؤلفة آلاف مؤلفة أنواع الهمبة آلاف الكيني والتايلندي والفلبيني والمليون نوع نوع شرات اللوادم شرات اللوادم فصائلهم جنوب أفريقيا والأمريكي الأم يا عيال خلوا الهمبة المصري الهمبة الأمريكي شيء يبوكم شيء طول ما لا صار ولا استوى في بشيركم رقم كبير تقريبا 70% يشيخ في الدولة عندنا في الإمارات 70% خاصة يوم بحصل لحد عاد تميعن ومتبرض ويشق ويرقع ويخيط ويعني عارف حبل أخذوه غلو وزرع الله وعلى الله لا لازم يباله متابعة حد متبرض وحد يكون خايف من الله ويدخل زراعته على نظافة وعلى طهارة ويذكر الله صبح ومساء على من يدخل على مكان حتى لو حلالك ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله تقول ما شاء الله على كل حال. أنا كده بتقرأ سورة الكهف سورة الكهف بتلقط فيها معاني عن حياتك العملية هاليومية اللي تدعيها حتى يوم بتدخل على حلالك ما شاء الله تبارك الله في الآية القرآنية لكن ما برأي ما اتذكرها لكن قرآن بس عليكم بنا رمس خلاف ولا بس ولا بعد ما شيء رمس خلاف عقب هذا كله بعد شيء تدوروا رمسه بس عليكم أقولكم أنا جريب أوصل بيك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يتخبروني عن رقم غانم بن يعروف، ما رموا بيعطي رقم المسجات. نحن نبى من الزراعة اللي عنده، نبى من الغاف والسمر والسدر، يا غير ما أبوي بيته في عربيتكم، وين بيت مساعة؟ يسمون في حب الله، في حب الله يعني جسمون، معناته اللي يبى يصير ياخذ، ما باللي يبى بيندبون له ولا بيطرشون له. بعد انتم غير نمون، يبى بيعطونه يصير، لان هناك بيعطونه وحده 10 100 ألف بيعطون، ما بيعطون حق بيع، لا يعطونه بحق. غير اني انا اعطي رقم تليفون الريال حش علي سكنت، يبي ويه استحت لوم، انا منقود علي اني اجسم. صورت لكم بيت من خاري ورويتكم وين ساكن، في المزهر مشاهد مسيد قوم الحباي من الطرف هذا، يعني رقم البيت يبين كنا وما ادري شو، كل شيء يبين. يا خير ما بروم ابويا اعطيكم رقم الريال، عيب علي انا ابوه، وشخصيه معروفه في دبي، العرب والناس كلها تدري والناس كلها تعرفه، غير انا ما اعرفه، ما اعرفه على الله يحفظه. والله تشرفت. جيت البيت ولني يميع الحريم عند ام محمد، قلت وانا شي فايزرني بينكم، وشدني ابوي اشتليت جيت فريج البيسات مشرف وعن خاطئ ساعه انهم مسوين ابوي نيسر وعيش ابيض. تحيدوها لازم التصوير الخارجي، شوف ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. هذاك عاد انه اخذه فارس، لا لا هذا تصوير السرقه. يا الله ابو حسين ما حد الا هو هذا مرزوق. يا الله يا الله يا الله هاي مرزوق حسه يعني يطر طبله الاذني. احمد بن شيبة يا الله اللي معايا ترى ما حد يشوفني منهم، انا ياس ابوي من خاري ولا حد يدري بني انا خاري. طيب هي يلا كل ما تعرف والناس كلها ما تعرف وانت اللي تعرف. يا رك الله سعارة العميد، يا رك الله كنا حسبي. شبر ما بيفلحك الباب، لازمت انا ما جيت اليوم عرفت انت موجود. اقول لكم الرجال هاك اللي تشوفونها هذا المذيع، اول مذيع في ابو ظبي يسمونه راشد المهيري، الاول عاد زين ضرب الوصوف عند الله حين طاحت الضوء. هذا عاد المال من صدقان الاولي من يوم الحين يهال، كان بعد ابها عندي ما ادري الحين شوي يقمج. تركز سفير دولة الامارات في سيشل، المام كان سفير دولة الامارات في سيشل، وحين تنزانيا لو سيشل تنزانيا وسيشل كلهم بلادي، هاي بلاد وهاي بلاد، هني في يومين وهناك 10 ايام. بارك الله فيك يا المان، متحدث لبغ وفنان، راي سوالف ومسخرة وعلوم، يعني علوم وايد ما شاء الله عليك يا المان. المال مع السلامة حبيبي، تحياتي واشواقي، احلام سعيده. سلم على ابن فري، سلموا على الشباب كلهم ان شاء الله. الله يحفظ. وين ابوي؟ ابو خالد. ابو خالد يجلس لا خلينا منك، يجلس لا خلينا منك، كل حد بيتخبر عنك. سبحان الله، شوف اقصر واحد واطول واحد، هذا اخو هذا من الام والابو، لكن هذا ابوي ما شاء الله الطويل المنعنع وهذا القصير. لا خلينا منك يا ابو خالد، ليش لا خليت منك؟ ترى ياس اصورك من ساعتين. خيب ليش؟ معجب. شوف مراش اليوم بعد، يا ربي يا يور القبيسات المعدي. خيبه خيبك ما اريد انا ابوي حش علي. لا لا رشيتك بقاس سر منك، ما اريد انا. عمك والله ما بالصلف، والله تصور عمي اجمل واحد في الفريج والله.
سلام على اللبوة. وين جاي تنكم؟ بعد مكان خاص. تعمل تبع عبد الله؟ ها حلوها؟ عجيب. بس عليك مع عبد الله بتندحك؟ يا رجال يا رجال أنا حاتيك والله. حاتيني؟ هي والله ما فيه. قدر هاللبوة الفنانة وياكل فانيلا وشوكلت وطحنت الزمان. منو هاللي يبى فانيلا هناك؟ تكذب. بسك. لا تفوتكم ولايتية زعتر وزعفران وشكر فيها. ثلاث نكهات في آن واحد ينهى رقم واحد. يا أخي أخير عن الكيك وما أدراك ما الكيك. بعد مدخل؟ نبو. الحين صايف الليل. اليوم محمد بن عبد الله وين العيد؟ لندن. لندن البحر. البحر. لا صدق والله خل خالك بيصير البحر. أقولكم أبوي اللي يتخبر عن يتخبرون بلاك محطة قناة مقابلة الحظ حاطنها أبوي مقابلة الحظ في اليوتيوب من شهرين. العنوان مال أبوي القناة اليوتيوب اكتبوا بس مقابلة الخالدي مع الأستاذ الحظ الكويتي بتظهر. حطوا أن تدخل على الرابط بس تدخل مليون مقابلة مقابلة شيء عاد أهم وحدة فيه مقابلتي ويا الحظ وايد فنانة. مليون مرحبا مرحبا مليون مرحبا مليون ابو ياس والله مليون مرحبا ولا يسدن. وين انت ابوي لا خلينا منك مرحبا.